بعدين مو على أساس كاظم آغا مختفي؟ لا، أنا بعيني شفته هون يا فاطمة. كاظم آغا كان واقف هون جنب الشباك. شش، أنتو جنيتوا يعني؟ ليش لحتى خبي كاظم آغا عندي بالبيت؟ هداك اليوم إجا قرايب حلمي لعنا، يمكن تكوني شايفتي لإله. قلتي قرايبه لحلمي؟ ايه هو. انتو ليش متوترين وقلقانين هيك؟ لا ابدا، وليش لحتى نقلق؟ معناتها زمرد كانت غلطانة، قالت لي انه شافته هون وانا اجيت بس لأتأكد. عمتي الحقيني، ضيعت كاظم آغا. زهرة، شو عملوا لك يا بنتي؟ بشو هددوكي هالمرة؟ لا تخافي منهم، هي أبوكي هون، اجينا مشان ناخدك، خلينا نروح من هون فورا. ما بدي روح من هون، انتو ما عم بتشوفوا شو ما سويت، الأمور ما عم تزبط. لا يا حبيبتي، أنا بوعدك هالمرة رح يزبط كل شي. أمي أنا تعبت وما عاد فيني أتحمل ابنهم، تعبت كل مرة بنرجع من البداية وما عم يصير اللي عم بحلم فيه. ما فيني أقضي حياتي وأنا هربانة كأني مرتكبة شي زنب. زهرة يا بنتي، يلا خلينا نروح، هون مو مكانك أبدا، هنن اللي حابسينك بهذا الجحيم. يلا تعالي يا بنتي، خلينا نروح من هون سوا. بابا إذا كنت بتحبني لو شوي يا ريت تروح من هون وما عاد ترجع مرة تانية. زهرة واقفي. انتو سمعتوا بنتكن، هلا انقلعوا من بيتي بسرعة وقال رح خبر الشرطة. زهرة بترجاكي واقفي. علي شش، بعد ايدك بعد. شش تعال. انت عملتها مو هيك؟ بسببك بنتي ما بدها تجي معنا. يا ملك، بحلف لك مالي علاقة بهالموضوع. كل حلفاناتك ووعودك ما عاد إلى أي قيمة بالنسبة إلي. من اليوم ورايح ما عاد بدي أشوف وشك. خلص يلا خلينا نروح، امشي، بس رح نرجع لناخد بنتنا. تعالي زهرة، رح أرجع منشان أخدك، ما رح اسمح انك تعيشي بعيدة عني، ما رح خليكي محبوسة بهالجحيم. عم تسمعيني؟ انا رح اخدك. يلا